أخبار اليوم. ننتج عن التعاون المصري في الصين في جميع المجالات خاصة للتعليم. آخر ما وصل إليه الاتفاقيات دي خاصة التعليم ما فوق الجامعي. تاشيان ونيشيا 关于埃及和中国在教育方面合作，最好今天得到了什么结果？中埃两国应该说教育合作有着非常广阔的前景。我想我这次到这里来和埃及、中国大学之间的合作，就是要在人才培养、科学研究，特别是在工程领域，这个进行合作。我想这对于 هو بيعتقد ان النهارده اللي حصل اتفاقيه الشراكه بين الجامعه الصينيه وجامعه التكنولوجيا الصينيه والجامعه المصريه هي خطوه كبيره في مجال التعاون في مجال التعليم بين مصر والصين، وبيعتقد انها هيكون ليها مردود ممتاز لمصر في المستقبل القريب ان شاء الله. طيب تداعيات زياره الرئيس السيسي اللي كانت يعني كرات سابقا من شهرين للصين، دوت ساعد العلاقات لتنميتها ولا كان في راي تاو تخين شيان وين نيشيا 2个月之前 我们新的总统蔡系总统到过中国以后是不是 对我们埃及中国在教育方面合作有效果？ 应该说，中埃两国之间的关系目前处于最好的时期。这主要得益于我们习近平主席和塞西总理在去年到今年很短的时间里实现了互访。我想，这样的高层互访对于两国教育之间的合作是具有非常重要的意义，也建立了一个非常好的基础，也开拓了一个开拓了一个非常好的发展的前景。 هو طبعا بيعتقد ان مصر من الاصل او في الاصل كان في بينها وبين الصين علاقات في المجال التعليمي كبير، لكن طبعا زياره الرئيس السيسي زائد زياره رئيس الصين لمصر ارست قواعد قويه للتعاون المستقبلي في مجال التعليم باذن الله. شكرا.